بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قال جل ذكره: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإلى الآن لم يأتي الفرض، لم يأتي الأمر بصيام الشهر، إلى الآن لم يأتي الأمر بصيام الشهر، إنما الحديث في الأول في الآية الأولى عن الأيام المعدودات. فقال جل ذكره هنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قبل أن يتعبدنا جل وعلا بصيامه بيّن لنا بعض محاسنه، فبيّن جل وعلا أن القرآن العظيم الذي هو آية نبينا صلى الله عليه وسلم الخالدة إنما أنزل في شهر رمضان. ومعلوم أن النبي عليه السلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، والمعنى من قول الله جل وعلا أنزل فيه القرآن أي ابتدأ نزول القرآن منجما في شهر رمضان، ابتدأ نزول القرآن منجما في شهر رمضان، فتكون ليلة القدر قطعا من رمضان. وعلى هذا جماهير العلماء من السلف والخلف، إلا ما روي عن عكرمة أنه كان يرى أنها ليلة النصف من شعبان.